حدثني غير واحد من أهل العلم والفضل أن الملك عبد العزيز رحمه الله وإيانا كان مخيما خارج الرياض بالتنهات وأقسام، ويوم من الأيام على غروب الشمس جاءه راعي بعير من شمال المملكة، من أقصى المملكة من الشمال، جاي طالب لحاجة، يعني من بلده إلى الرياض على البعير كم مدة؟ جاي الملك. فلما أقبل على المخيم وله قد أذن لصلاة المغرب، وله يصادف الصف الأول أو وإذا الملك عبد العزيز رحمه الله قام جاء من المخيم اللي هو فيه وصف وراء الإمام يصلي السنة ركعتين قبل المغرب اللي حظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، الثالث قال لي من شاء. يعني أمنيته متحققة، هالرجل ذا جاي من أقصى الشمال وصادف الملك بالروضة، وله يصلي الملك أكاذيب. يوم سلم عبد العزيز استقبل القبلة رفع يديه ودعا لله الله في الدعاء، جاء الأعرابي وضرب رقبة بعيره ورجع، ما انتظر ولا للصلاة، هو مسافر ضرب رقبة بعيره ورجع معه مع الطريق اللي هو جاء منه، ولا الملك لاحظه كراهة الرجال، شلون يجي يصل المكان ذا ويرجع؟ راحوا وجابوه، تعال الملك يبيك. قالوا وراك انصرفت وجيت انصرفت؟ قال انا جاينا بشحذك، ويوم شفتك تشحذ الله قلت يكفي انا بشحذ. شوف الاعرابي فقه الفقه هذا، يقول ليش انا اشحذ الملك؟ اشحذ ملك الملوك. فاكرمه بيته عنده وأكرمه وحمل له بعير وعطاه من الخير اللي يرضاه، سخر الله له. لكن هذه بركة التوحيد، بركة التوحيد، يوم شاف الملك يدعي يسأل حاجات الله عز وجل عرف أن الحاجات نفس تقضى هم الأرض، واستغنى بالله تعالى عن خلقه سخر الله له الخلق. هذا التوحيد. شيخ الإسلام رحمه الله كان وهو يدعو إذا ألح على الله عز وجل بالدعاء ورافع يديه يدعو يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، حنا شحاذين لك يا الله وأصل فينا أشحاذ ما أشحاذ غيرك. هذا تكميل للدرس اللي سمعته، إن الإنسان تكون حاجته إلى الله من تعالى من قلبه صدق، ويسأل الله تعالى الحاجة وهو واثق أن الله يقضيها له على أحسن الأحوال، وأن الله أسرع إليه بالفضل من كل سبب يتوقعه، لأن الله تعالى هو مسبب الأسباب، إن نفع بها نفعت وما نفع بها ما نفعت. وأعظم الأسباب الدعاء، أعظم الأسباب الدعاء، ومن خاصة الدعاء والذكر ترى الدعاء، لأن الذاكر يطلب ثواب ذكره، والداعي يثني على الله عز وجل لتنقضي حاجته. فهمتوا هذا الفرق؟ هذا الفرق بين دعاء المسألة
ودعاء العبادة ليقول الفقهاء عنه دعاء العبادة. والصحيح دعاء الثناء، يقول سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر لا إله وحده لا شريك لا الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فدعاء الثناء مقدمة للمسألة، لدعاء المسألة، والسبب في انقضاء المسألة. والداعي دعاء المسألة ما سأل الله تعالى الحاجة إلا لثقته بالله أنه يسمع وأنه يقضي حاجته، غني وأنه كريم وجواد ورؤوف وبر ورحيم. فدعاء الثناء مقدمة ودعاء المسألة نتيجة، وهذا اللي جعله الله ضمن سورة الفاتحة، ابتدأها بالثناء عليه سبحانه وتعالى ما هو أهله، تجديد العهد مع على التوحيد والاستعانة، ثم سؤال الحاجة. جاء في الحديث عن خواتيم سورة البقرة أنك لن تسأل الله شيئا إلا أعطاك إياه، الله إلا أوتيته، وهكذا سورة الفاتحة نفس الشيء، سؤال مجاب. لكن هل أنت صادق في سؤالك؟ هل أنت مقبل على الله بقلبك وقالبك؟ هذا اللي يهم. وإذا كنا حنا ضايعين وحنا رجال هالحين، وشلون يصيرون عيالنا ونسائنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح على الله تعالى بسؤال حاجة حتى يشفق عليه الصديق، يقول ارفق بنفسك فإن الله منجز لك ما وعدك، من كثرة الحاحة على الله عز وجل وتضرعه بين يديه. وجاء في الحديث إن الله تعالى يستحي من العبد يرفع يديه إليه يردهما صفرا أي خائبتين، يستحي الله عز وجل من كرمه وجوده. ولهذا من أسباب الإجابة رفع اليدين على وجه الإلحاح لله جل وعلا، لكن لا ترفعهما إلا في الحالة أنت مأذون لك فيها، واللي صارت الممنوعة لا ترفع، مثل بعد الفريضة لا ترفع، اذكر الله وجهه بدون رفع اليدين إلا إذا فرغت من الذكر. لكن في القنوت ترفع يديك، في الاستسقاء ترفع يديك، سؤال استخارة ترفع يديك، سؤالك الحاجة أن الله ترفع يديك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، كل هذه تكفر الإجابة، أنه متواضع في هيئته وأنه مسافر، المسافر المسكين العرب تسميه المسافر المسكين لغربته وحشته، ويرفع يديه وينادي الله عز وجل بربوبيته. وانتبهوا لهذه، كل دعوات القرآن بربوبية الله عز وجل. ولفت إلى هذا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الفاتحة، من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ رب الناس كلها بربوبيته، فاسأل الله بربوبيته وكل لا إله إلا أنت. إذا جمعت بين اسم الرب والله ولا إله إلا هو، وش يمنعك من الإجابة وأنت محتاج إلى الله؟ وبعدين ما تستغني عن الله، بعض الناس يستغني عن الله، ليش؟ لأن عنده بالدولاب 7 ثياب مثلا، وسبعة شمغة وتر أو كذا أو كذا وكذا، ويلبس الصبح شيء للدوام ويلبس النهار شيء، وعنده أنه غني. الناس كان إذا لبس الثوب وش يقول؟ الحمد لله الذي رزقني هذا وكساني من غير حول مني ولا قوة، اللهم أسألك خيرا وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. عندك اللبس،
تقول إن كان عندك ثياب؟ لا، فقير الله بذاتك أصلا فقير. الله عز وجل امتن علينا باللباسين، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وعوراتكم وريشا يعني جماله، غير الستر جمال تتزينون به للجمعة والعيد والمناسباتكم وكل شيء، ولباس التقوى ذلك خير. ختم بلباس التقوى، وهو الوقاية، هو اللباس اللي ينفعك، ما بيسترك من البرد أو يخفف عنك الحر، لا، يسترك من النار ويكسوك يوم القيامة بلباس وجيه. لباس التقوى ذلك خير، أول من يكسى إبراهيم خليل الله والنبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا، بعض الناس الثلاجة مليانة ها والدولاب مليان كذا والحساب فيه شيء والراتب ما يبطي والمتقاعد يقول عندي دخل، عندي عقار كيكينات ولا عندي شوي عمارة، الاعتماد على الله ولا على هالأسباب، هذا يعني واثق هو من جهة الأسباب ما واثق من الله. بعض السلف يقول والله إني لا يهمني شيء في البيت. قالوا كيف؟ قال إذا احتجت سألت الله يعطيني، بس أقول يا رب يعطيني، انظر الثقة. يقول الآخر إني إذا احترت كبدي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تطفى. هذا لأن الباب بينه وبين الله مفتوح، فهو في دخول وخروج على الله في كل حاجة، لكن حنا يصير الباب مغلق إلا للضرورة. وش الفرق بين المسلم والكافر؟ شو الفرق بين العاقل والبهيمة؟ لابد الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. فائدة العلم؟ وش فائدة العمل الصالح؟ هذه فائدته أنك توثق الصلة بالله عز وجل، أنت متصل بالله على الدوام بذكره والثناء عليه ودعاءه وطاعته وترك معصيته إجلالا له، ترك المعصية إجلالا له، فالله أكرم وأجل من أن يعصى، وأقرب شيء وآخر شيء لحالك الضعيفة أنك تخاف من الله. قلنا الأصل أنك تترك المعصية إجلالا من لله عز وجل وحياء منه. كيف تعصيه وهو يراك؟ كيف تعصيه وانت فقير اليه؟ كيف تعصيه وانت في ملكه؟ يصير باب بينك وبين الله تعالى مفتوح، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتسال الله تعالى الحاجه ذلا له وعباده، والله يعطيك الحاجة إكراما لك تيسيرا لأمرك. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقك من حيث لا يحتسب، يتق الله يجعل له من أمره يسرا يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. اتقوا الله ويعلمكم الله، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك. هذا الذي ينبغي. كان أحد السلف إذا قال له أهله إنه ما عندنا شيء في البيت قال يا أهيلاه صلوا، ويقرأ مثلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وجاء واحد أحد المشايخ الله يغفر لهم، انتظروا لما فرغ ما عنده أحد، قال له
اني علي حاجة ودي تشفعلي عند احد، قال لا ما نمشي عندك. تأثر رجل، قال له هذه 7 ريال، 7 ريال اسمه ما هو 7 أيام، 7 ريال فرنسي ولا عربي كل يوم، ها؟ لكن بعطيك إياها بشرط. قال وش؟ قال إنك كل ما أصبحت تكون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. يوم تم مدة جاء الشيخ وقال هذه 7 وبشرك عندي خير رزقنا الله تعالى باب الغنى. الحين كان خبر أحدي بصدقة ترى عندي. انظروا كيف، انظروا التربية شلون. كل بعطيك بس على شرط. تقول موقنا كل يوم إذا أصبحت كذا تقرأ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا في سورة المزمل. تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فهذه تذكرة عشان التوحيد، لأنكم اليوم إن شاء الله تختموا كتاب التوحيد. تعرفون شأن التوحيد، التوحيد هو صلتك بالله جل وعلا وغناك بالله جل وعلا واستنصارك بالله جل وعلا واستعانك بالله جل وعلا وخشيتك من الله جل وعلا ورجائك بالله جل وعلا وضراعك بالله جل وعلا وطاعك بالله جل وعلا وأدبك مع الله جل وعلا. هذا التوحيد ترى، ما هو بكتاب يقرأ من أوله إلى آخره.